لا أعتقد أن التحرك اليوم الغارات الجوية تأتي في السياق بدأ تحالف دولي. أعتقد أن الغرب والقوى الفاعلة الدولية تنتظر ما يحدث في سوريا. لا يمكن أن تبدأ أي تحركات عسكرية في ليبيا إلا بعد أن ينتهي الملف السوري. هم في اعتقادي ينظرون إلى الوضع في سوريا أنه سيكون تحت السيطرة بعد أشهر، على أقل تقدير 3 أشهر، تنجح روسيا والبشار وحلفائه في السيطرة على الوضع والقضاء على الثوار. فهم لن يتحركوا في ليبيا كغارات جوية مكثفة أو ضربة جوية مبرمجة إلا بعد ما ينتهوا من الملف السوري. أما ما يحدث في ليبيا واليمن فهو يأتي في أولوية ثانية. أما الأولوية الأولى بالنسبة لهم هي ما الملف السوري الآن. فلا أعتقد أنها بداية لمثلا غارات جوية مكثفة أو شيء. هي لا تختلف عن ما حدث السنة الماضية في 16 فبراير قبل احتفال الشعب الليبي بذكرى ثورته. في 16 فبراير السنة الماضية قام السلاح الجوي المصري بغارة على درنا. لا تختلف كثيرا عن هذه الغارة. لكن ما يهمنا هو ليس رأي الحكومة. الحكومة هذه لم تستلم مهامها بعد، ولكن ما يهمنا هو رأي البرلمان الذي تعتبره مسودة ليون، تعتبره السلطة التشريعية الوحيدة، وكذلك القيادة العسكرية التي انبثقت عن هذا البرلمان. هذا البرلمان وقيادته العسكرية يمارسون السلطة على الأرض، ولم يعلنوا أي بيان عن بخصوص غارات اليوم التي ذهب ضحيتها مدنيون، وكذلك تدمير مباني ومستشفيات ومسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهم لم يعلنوا، ولكن هذا في الحقيقة هذا السكوت علامة رضا. هم وقعوا مع نظام السيسي اتفاقية تسمح لهم بالضرب في أي وقت. ليس هذا فقط، بل تمنحه حصانة أفراد يدخلون حتى على الأرض. هذه مقدمات فقط. فالوثيقة التي وقعها برلمان الذي يعتبره ليون وكوبلر الصوت الشعير الوحيدة، هذا البرلمان لا يمثل الليبيين، هذا يمثل إرادة قوة خارجية ومنها نظام السيسي، يتحالفون مع أنظمة خارجية بضرب الشعب الليبي والقضاء عليه. عدوهم ليس داعش، عدوهم أي ليبي يحمل مشروع ويحلم بوطن مستقل قراره السياسي والاقتصادي، هذا هو عدوهم. أما داعش فهذه عدو وهمي، داعش مجرد عدو وهمي يحارب عدوهم الحقيقي اللي هو أي ليبي وطني يحلم بدولة الاستقلال، دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة استقلال قرارها السياسي والاقتصادي حر. هذا هو عدوهم الحقيقي. ولكن للأسف النفاق هو سيد الموقف كما ذكرت لكم من قبل. الكذب والنفاق هذا هو الذي نعيشه اليوم. العدو قبل 100 سنة العدو كان شريف، كان يواجهك بصراحة يقول لك أنت عدوي وأنا سأتي لأقتلك. أما عدو اليوم أخبث منه. عدو اليوم شيطان رجيم يكذب منافق، يقول لك أنا صديقك ويطعنك في الظهر للأسف الشديد. ربما هذا ما يحب Yeah.